أعزائي المشاهدين، معنا تقرير مهم جدا بالتزامن مع اليوم العالمي للطاقة 2024. أطلق المجلس الأعلى للطاقة بدبي في القاهرة الدورة الخامسة من جائزة الإمارات للطاقة 2025، واللي بيقدم طبعا يقدم تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، تحت شعار تعزيز الحياد الكربوني. خلونا نشوف تقرير عن المؤتمر الصحفي لإطلاق الدورة الخامسة لجائزة الإمارات للطاقة بحضور طبعا المسؤولين في قطاع الطاقة وعدد من الشخصيات البارزة. خلينا نشوف التقرير ونرجع تاني لحضراتكم. أرحب بكم في هذا الحفل لإطلاق الدورة الخامسة من جائزة الإمارات للطاقة 2023-2025 التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة بدبي تحت شعار تعزيز الحياد الكربوني. نحن في جائزة الإمارات للطاقة كان لجمهورية مصر العربية إسهامات كبيرة في طلبات التي جتنا من جائزة من جمهورية مصر العربية من ناحية البحث والتطوير، وكذلك من ناحية مجالات كفاءة الطاقة ومجالات كذلك الطاقة المتجددة، حيث لعبت جمهورية مصر العربية دور فعال في تحول المنطقة هذه في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى الطاقة النظيفة التي هي تخفف طبعا من الانبعاثات الكربونية وتدعم وتفعل الحياد الكربوني بحلول عام 2050. نحن في هذه المحطة اللي هي محطة جمهورية مصر العربية، لاحظنا الإقبال شديد جدا، والعكس تضاعف الإقبال، حيث أن الدورات الثانية والثالثة وكذلك الرابعة والآن الخامسة أصبح تعداد المشاركين والفائزين في الجائزة يتضاعف من دورة إلى دورة، وهذا يركز ويؤكد أهمية دور جمهورية مصر العربية في التحول إلى اقتصاد أخضر قليل الانبعاثات الكربونية، والوعي والقطاع العام والخاص والشراكات التي عقدتها كذلك الحكومة ما بين القطاع العام والخاص لتفعيل عجلة التحول إلى الاقتصاد الأخضر وكذلك كفاءة الطاقة في جمهورية مصر العربية. الجائزة مفتوحة لجميع أنواع الشركات، الحكومات، الهيئات، الجامعات، حتى المدارس، لأنه تعرف المدارس نعتبرها هي نقطة البداية في تغيير الفكر تجاه مواضيع الحياد الكربوني، وكان في عندنا مشاركات جيدة بالسابق من مبادرات ودراسات تمت على مدارس ثانوية وأيضا في جامعات. الهدف طبعا هو تفعيل حركة التحول للاقتصاد الأخضر، ومصر زي ما قلت لك من الدول اللي فعلا يعني أكتف بيشاركونا بمشاريع مبادرات، وجميع الفئات اللي بتكون بتغطي تقريبا جميع أنواع الأفراد والأشخاص والهيئات في المجتمع.